تعرفوا ليش اسمها نس كافيه؟ لأنها نص قهوة يا أخي، ما بتعبي الراس. طبيب الكمبيوتر عاملين عرض على تجميعة ألعاب متكاملة بمعالج i5 جيل 10 10400F، بورد بي 460 أزروك، رامات 16 جيجا، وكرت شاشة GTX 1650 نسخة GDDR6، باور سبلاي 550 واط FSB 80 بلس، وتخزين 1 ترابايت SSD مع ويندوز 10 برو أصلي، وشاشة 22 بوصة LG 1 ملي سكند 75 هرتز، مع كامل الإكسسوارات كيبورد وماوس وسماعات، والسعر بالكامل 3733 ريال سعودي شامل الضريبة. البي سي بالكامل يجي مجمع وجاهز من قبل خبراء مع كل اختبارات الثبات لضمان أفضل تجربة ممكنة. طبيب الكمبيوتر يقدم ضمان لمدة سنتين مع خدمة الدعم الفني المتكامل وخدمة العملاء بشكل متواصل، والشحن مجاني داخل المملكة العربية السعودية. للطلب والاستعلام يمكنكم التواصل مع المهندس حسين من الرقم الظاهر على الشاشة، ولمعلومات أكثر تفقدوا موقع طبيب الكمبيوتر من الرابط تحت في الوصف. السلام عليكم وأهلا بكم بالحلقة 17 من سلسلة سيت اب شو. صار لي فترة طويلة قاطع عن هالسلسلة، للأسف انشغلت بغير فيديوهات وهالفترة في مراجعات لقطع جديدة كتير، بس رجعنا وبمشاركات نار وشرار كالعادة. قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا اللايك، بفيد القناة كتير، واللي حابب يشارك بالسلسلة رابط فيديو شرح الاشتراك تحت بالوصف. ونبدأ بالمشاركة الأولى من طارق من السعودية. ما شاء الله على هالسيتاب، كاتب لي انه بيستخدمه للألعاب وهذا أول سيتاب بي سي بيعمله. ممتاز بصراحة، الترتيب والتنسيق تمام، وشكل الكيس خرافي مع المراوح والإضاءة، ممتاز. مواصفات البي سي: معالج i5 9600K، مبرد مائي انفيني ارك، رامات 16 جيجا، سرعة 3000 ميجا هرتز، وكرت الشاشة RTX 2060 سوبر من اورس. ما كتب لي اسم الكيس اللي عنده، بس على ما اعتقد هذا من ليان لي، شكله رهيب بصراحة. شبك البي سي على شاشة بنكيو 24 بوصة 1080p 144 هرتز، ممتازة الشاشة مع هالبي سي. ماوس جلوريوس موديل او، كيبورد من ريد دراجون، وسماعات كورسير فويد اليت. السيت اب بشكل عام مرتب وجميل بدون اي شيء نافر. بيسألني ايش انصحه يطور. مواصفات جهازك ممتازة صديقي وما يحتاج تطور اي شيء، بس اذا دودة التطوير بتنخر فيك ممكن تجيب شاشة 2K High Refresh Rate وكرت RTX 3080 او 3070 لما يتوفروا في الاسواق، لو حابب تنقل تجربة اللعب لمستوى تاني. بس برجع بذكرك انه مواصفات جهازك ممتازة وما يحتاج تطور اي شيء. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعد. وليد الشمري ايضا من السعودية، مع سيتاب نظيف ورهيب بالثيم الابيض والاسود. ما كاتب لي بايش بيستخدم البي سي، بس ما شاء الله مواصفات توب تير ورتابة من الاخر، وممكن تستخدمه باي شيء، بيعمل لك قهوة و بابا غنوج كمان. مواصفات البي سي: معالج i7 8700K، مكسور السرعة ل 5.2 جيجا هرتز، مبرد على تبريد مائي مفتوح، وحاطط على ما اعتقد 2 راديتر، واحد 240 ملي فوق الكيس، سميك جدا، وواحد تاني 360 ملي امام الكيس. ليش كل التبريد على هالمعالج؟ يعني هذا هو المعنى الحقيقي لأوفر كيل 1000. وبالفعل كاتب لي انه في 2 راديتر، هالشي أكد لي يعني شكوكي. ما كاتب لي شي عن الرامات، بس على ما أعتقد 32 جيجا لأني شايف 4 حبات. كرت الشاشة GTX 1080 Ti، ممتاز. وبالنسبة للتخزين عنده 6 ترابايت هاردات و2 SSD سيرفر ما شاء الله. والكيس كورسير Air 540، لونه كان أسود بس صبغه أبيض بإيده، التلوين طالع ممتاز بصراحة، باين كأنه شغل مصنع. وشابك البي سي على شاشة ألترا وايد 3440 بي 1440 144 هرتز من AOC، في كتير أربعينات بهالأرقام. وشابك الشاشة على ستاند متحرك والشكل نظيف ومرتب بصراحة. بالنسبة للأكسسوارات: ماوس ايسوس سباثا وايرلس، كاتب لي انها ممتازة وجرب كتير موسات غيرها ورجع لها بالنهاية، ممتاز اذا مناسبتك. كيبورد كورسير K70 وسماعات هايبر اكس كلاود 2. الكابلات مرتبة ايضا بشكل جميل بصراحة، ان كان ورا البي سي رابطهم بربطات ممتازة، كلها مرتبة، وتحت الطاولة حاطط كل شيء بمكان مخصص تمام. السيت اب نظيف وجميل واوفر كيل بشكل عام، بس عندي تعليق بسيط على التبريد المائي. اول شيء 2 راديتر اوفر كيل على المعالج اللي عندك، وخاصة انه الراديترات اللي عندك من اسمك الراديترات، هدول بكفوا لثريد ريبر وكرتين شاشة، مو بس معالجك الاي 7 العادي او الكي، يعني حتى لو كان مكسور السرعة اوفر كيل 1000. وتاني شيء شكل الانابيب بالكيس شوي نازع المظهر بصراحة، لانه تبريد المائي اذا ما كان بانابيب صلبة الشكل ما بيصير الافضل، وخاصة انك حاطط المضخة والخزان هيك بنص الكيس،
انا بعرف انه ما في مساحه باقيه لانه الراديترات اخذين كل المساحه بالكيس، مع انه مثل ما قلت واحد بيكفي. حاول تركب المضخه والخزان من الطرف الخلفي بالكيس اذا في مجال، بما انه الكيس عندك فيه مكان فاضي او مثل مستودع من وراء البورت، حاول تركب المضخه والخزان فيهم، بيطلع الشكل ارتب كتير. ما بعرف، هذا رايي الشخصي وانت حر بالنهايه. شكرا للمشاركه صديقي، وننتقل للبعده. محمد من الامارات، بسيت اب بسيط جدا مرتب وجميل. لما اقول بسيط في ناس بيفكرون اني بقول رخيص، لا، بسيط يعني ما فيه اشكال، ما فيه اشياء كتيرة، بس السيت اب وكل شيء وراه فاضي. بسيط لا يعني رخيص او سيء، بالعكس البساطة جميلة. الثيم الاحمر بالكامل مع اضاءة النانو ليف عاطية السيت اب شكل خرافي بصراحة. مواصفات البي سي: معالج i5-7400، كارت الشاشة GTX 1050 Ti، وكيس N1 101، وما كاتب لي اي مواصفات اضافية عن البي سي. شابكوا على شاشة AOC 24 بوصة 1080p 144 هرتز. بالنسبة للاكسسوارات: ماوس جلوريوس موديل او، كيبورد ريزر اورناتا كروما، وما كاتب لي اي معلومات اضافية، بس بيستخدم البي سي للالعاب وبعض الشغل البسيط، وكاتب لي انه بينتظر كارت ال 3070. اول شيء انتظر المراجعات قبل ما تتسرع، رح يكون في مراجعات عنه ان شاء الله هالفترة القريبة عندي بالقناة، اول ما يعلن يتم الاعلان عنهم بشكل رسمي او يرتفع ينرفع ال NDA عنهم. ثاني شيء ال 3070 رح يكون اوفر كيل على شاشتك. وثالث شيء لو بدك تطور ل 3070 لازم تغير المعالج، واذا بدك تغير المعالج لازم تغير المنصة بالكامل او البورد، لانه طريق التطوير على منصتك مسدود. يعني إذا بدك تطور لكارت 3070 وتحس أنه في فرق بالتطوير اللي عملته، لازم تغير المنصة لحتى ما تعمل عنق زجاجة مع كارت الشاشة 3070، لأنه معالجك نوعا ما ضعيف مع الكروت الجديدة القوية. وطبعا تاخد شاشة High End High Refresh Rate 1440p أو المعروفة بـ 2K High Refresh Rate 144 هرتز، لحتى تستفيد من قوة الكارت، لأنه الكارت 3070 اوفر كيل على شاشة 1080p. وبس، شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده. عمري من فلسطين، بسيت اب جميل شكله مكتبي مع دول مونيتورز. مواصفات البي سي: معالج i7-6700K، مبرد مائي كورسير H110i او H110i 280 ملي، رامات 16 جيجا، كارت شاشة GTX 1070 Ti، والكيس من انتك. شابكه على شاشة ايسوس 24 بوصة 1080p 144 هرتز، شاشة ممتازة مع هيك كرت. ما كاتب لي اسم الشاشة الثانية، هذا تي في على ما اعتقد. ماوس ريزر ديث ادر، كيبورد كورسير K70، وسماعات هايبر اكس كلاود الفا، معلقهم على ستاند من كورسير. بيسألني شلون اداء معالجه هالايام، انت ادرى مني المعالج عندك وبتعرف عنه اكتر مني، بس 6700K ما زال معالج ممتاز. وبيسألني كمان اذا اشترى كرت RTX 3090 رح يعمل عنق زجاجة مع معالجه. انت لازم تسأل نفسك ليش اشتري كارت 3090 على شاشة 1080p، مو تسأل نفسك اذا بيعمل عنق زجاجة. انا حتى الـ RTX 3080 قلت اذا عندك شاشة 1080p لا تشتريه، ما هو إلك وانت بدك تشتري كارت 3090 على شاشتك الـ 1080p؟ ليش؟ على الاغلب ما راح تشوفوا مراجعات للكارت 3090 عندي بالقناة، واذا شفتوا يمكن اقول ما لازم حدا يشتريه اذا كنت جيمر، لانه اوفركيل ما راح تستفيد منه. وانت جاي بتقلي بدي اشتريه لشاشة 1080p؟ حتى ال 3070 اوفركيل، حتى ال 2080 سوبر ما زال اوفركيل على 1080p. كرتك كافي بالراحة لشاشتك، هالشي هدر فلوس على الفاضي. مثل ما قلت قبل شوي، اذا دودة التطوير قاعدة بتنخر فيك، خود كرت 3080 او 3070، وفرت 700-800 دولار، فيها بتقدر تاخد شاشة 1440p 144 او 165 هرتز، مثل الشاشة اللي عملت عنها مراجعة امس، الفيديو فوق بالكارت. وفرت فلوس وحصلت على تجربة افضل بكتير، افضل من انك تشتري كارت 3090 وحطه على شاشتك وما راح تستفيد منه، ما راح تستفيد منه ابدا على 1080p، ما راح قدم لك فرق كبير عن 1070 Ti، لانه الكارت ما هو مصمم لهيك ريزولوشن. يا جماعة، مسألة التناسق بين قطع البي سي جدا مهمة. القطع عندك متناسقة يا صديقي، يعني المعالج عندك ما بيعمل عنق زجاجة مع كرتك، وكرتك ما بيعمل عنق زجاجة مع الشاشة، او بمعنى تاني الشاشة بتستفيد وبتعرض قوة الكرت بشكل كامل. برأيي ما في داعي تطور اي شيء، بس مثل ما قلت اذا مصر تطور خد كرت 3080 او 3070 مع شاشة كبيرة 27 بوصة، 32 بوصة، 1440p او حتى الترا وايد 144 هرتز، هيك تمام. اما تطور الكرت بدون ما تطور الشاشة، هذا الفلوس على الفاضي. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل للبعده. اوتيلو من سوريا ومقيم بالامارات،
ما بعرف ليش الاسم بيذكرني بالشوكولاتة او لهداك نوتيلو، بس ما شاء الله على السيت اب الخرافي بالالوان الازرق والبنفسجي، رهيب بصراحه. مواصفاته توب تير كمان، معالج i9 10900K على مبرد كورسير H100i بلاتينوم، رامات 32 جيجا بسرعه 3600 ميجا هرتز، كارت 2070 سوبر ايسوس تريكس، والكيس ليان لي دايناميك 011، وشابك البي سي على شاشه وتلفزيون بس ما كاتب لي اي معلومات عنهم. بالنسبه للاكسسوارات، ماوس الشعب نسخه الوايرلس، كيبورد هايبر اكس الاي اف بي اس ار جي بي، وسماعات لوجيتك جي 432. شكل السيت اب خرافي بصراحه، والاضاءه كلها متناسقه ما بين الكيس واضاءه الخارجيه والنانو ليف، ممتاز. وحتى الكابلات مرتبه ومخفيه بشكل ممتاز. ما عندي اي تعليق على سيت ابك يا صديقي، بس بما انك حاطط كابلات كاستم للبورد، حاول تحط كابلات كاستم لكرت الشاشه، بيطلع الشكل متناسق وجميل اكثر. بس بالعموم شكل السيت اب رهيب من الاخر. شكرا للمشترك يا صديقي، وننتقل للبعده. زياد من فلسطين بغرفة جيمينج جميلة ومرتبة من الآخر، بيستخدم البي سي للألعاب فقط. هذا شعار الأساسن، I like it. مواصفات البي سي: معالج i7 9700K، مبرد مائي ماستر ليكويد 360 ملي من كورسير، كولر ماستر، رامات 32 جيجا. إيش قصة المشاركات اليوم كلها 32 جيجا؟ يعني ال 16 جيجا صارت كخة مثلا، ترى 16 كافية بالراحة لكل الألعاب. كرت 2080 سوبر ايسوس تريكس، حاططه بالوضع العمودي وشكله رهيب بصراحة، والكيس كولر ماستر H500P من أفضل الكيسات من ناحية الشكل والتبريد. شابكه على شاشة ديل 27 بوصة 1440p 155 هرتز، أيضا هالشاشة ممتازة مع هالبي سي أو مع هالكرت، وتلفزيون 55 بوصة 4K على ما أعتقد، ما كتب لي مواصفاته أو معلومات كافية عنه. بالنسبة للإكسسوارات، الماوس غنية عن التعريف، ماوس الشعب، كيبورد كولر ماستر CK550، وسماعات ريزر ناري ألتيميت. حاطت السبوفر تحت الطاولة، تمام، هالشي لا يؤرقني لأنه لما أشوف السبوفر محطوط فوق الطاولة يا أخي بحس في شيء غلط، بس أول مرة بشوفه سبيكرات RGB. يا أخي ما بقي إلا نشوف معالجات وكراسي RGB. على ما أعتقد كان في، شفت إنه في كراسي جيمينج RGB. طبعا هالشي جدا ضروري يعني مشان تحسين الأداء ورفع الفريمات، ضروري جدا. غرفة جميلة جدا ومرتبة صديقي، وبي سي شكله باداس بصراحة، باداس. ليش هيك طلعت معي مثل الهنود؟ عارف بدس. شكرا للمشاركة صديقي، وننتقل لآخر مشاركة من عمار من سلطنة عمان. يا أخي شكل الكيس الأبيض مع السائل الأحمر طالع آيس كريم حليب بالكرز. هلأ هي حليب ولا فانيلا؟ نفس الشيء، هو حليب يمكن بس بيضيفوا له فانيلا. المهم الآيس كريم طيبة. بيستخدم السيت اب لمونتاج فيديوهات يوتيوب وجيمينج وستريمينج. قبل كل شيء، عن جد شكل التبريد والرتابة والثيم بالتجميعة رهيب من الآخر، من السائل الأحمر للأنابيب الموصولة ومفصلة بشكل احترافي، للكابلات الكاستم على الكرت والبورد. يا أخي كرز. مواصفات البي سي: معالج رايزن 7 3800X، رامات 16 جيجا بسرعة 3600 ميجا هرتز، الرامات ممتازات مع هالمعالج، بورد X470MSI Gaming Pro Carbon، والتخزين عنده SSD بالكامل، ما في إزعاج هاردات أبدا، كرت الشاشة 1080 Ti من EVGA، والكيس كولر ماستر H500. شبكه على شاشتين، الأولى ASUS 27 بوصة 1440p 165 هرتز، والثانية بالوضع العمودي 1080p 60 هرتز، ماوس ديث أدر إليت، كيبورد هايبر إكس ألوي إف بي إس، وسماعات هايبر إكس كلاود ألفا، وعنده مايك فاي فاين يو إس بي، بيستخدمه لشغله في ستريمينج على ما أعتقد. السيت أب بشكل عام حلو، ما عليه أي كلام، بس التجميعة بشكل خاص شيء نيكست ليفل بصراحة، من ناحية الرتابة وتناسق الألوان وحتى الكابلات وهيك الترتيب بشكل عام كرز. شكرا للمشاركة صديقي عمار. وبس يا جماعة، هذا كان كل شيء في فيديو اليوم، أتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك، بفيد القناة كتير. وإذا حابين تشوفوا هيك مراجعات عن كروت RTX 3080 خرافيات، شوفوا الفيديو هون تحت أو فوق، تحت أو فوق ما بعرف، اثنين شوفوا فيديوهات متعوب عليهم. كان معكم أخوكم أيمن محمد، شكرا للمتابعة، سلام عليكم.